السلام عليكم، باكم مازال الحمد لله شي فيديو جديد. الوغ الى اول مره كتشاهد القناه ما تنساش دير سبسكرايب اكتيف النوتيفيكاسيون، هاكي بقى وصلك الجديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون مهم بزاف، الناس سولوني عليه. غادي نهضر على اسرع طريقه اللي تقدر انك تحرق بها الدهون وانك تفقد الوزن، وغادي نشوفوا واش كلها ايجابيات واش عندها سلبيات، واش كاين شي طريقه افضل من هذه او لا هذه هي احسن طريقه باش انك تقدر تطيح الشحمه وتنقص اكبر مستوى الشحمه في الجسم ديالك. ان شاء الله الفيديو غادي يكون مهم. الى شير الفيديو ما تنساش طاقيني في ستوري ديالك، الى شتا غادي نعاون طاقي عند 100% كنتعرف عليكم حتى في انستغرام. تحياتي الخالصه لكم، السلام عليكم. You knew rap was cool, but you far from competition. The best white rapper to emerge since 9/11. Send me suicidal beats, I get them all in the heaven. I got some poet. أول حاجة غادي نهضروا عليها وشنو هو الحل اللي غيخليني نخسر أنا وزن بواحد السرعة كبيرة. ما كاينش احتمالات بزاف، كاين حل واحد يعني باش تكونوا واقعيين. اليوم غنحاول نكون معكم صريح في الفيديو. بيان سور اي معلومه عطيتها لك في الفيديو راه ما كيعطيهاش لك يعني عشوائيا، راه كنعطيها لك بخبره يعني تنشيف اللي دوزتو انا اكثر من مره، كنعطيها لك بخبره مع كليان ديالي اللي غتشوفوا بعض التصاور ديالهم هنا. بيان سور ماشي كاملين من بعد من الصور، يعني ما كنجيبش لك شي حاجه من غير الخبره اللي دوزت. وكذلك اي معلومه ذكرتها لك غادي نخلي لك سواء كنت دري ولا بنت راه غادي نخلي لك 100% في الديسكريبسيون بحث علمي على ديك المعلومه اللي ذكرت. ما كاينش شي حاجه غادي نخليها بلا ما عندك واحد البحث اللي مرافق. الو الحل باش انك تقدر تخسر الوزن بالزربه هو واحد الحل اللي غادي سواء اقترحه لك كوتش اللي حصل ما لقاش انه كيفاش يدير معاك فكيعطيك هذه القضيه هذه، اولا حل اللي غتسمعوا من عند الناس، اولا اللي غادي يقولوا لك راسك، اولا يعني بصفة عامة هذوك الحلول اللي غادي تسمع في فيديو أو من عند الناس ديال كيفاش تحرق ولا تحيد 10 كيلو في 10 أيام ولا 40. هو أنه تكون كتاخذ يعني مثلا أنت خاصك 2000 سعرة حرارية ولا 3000 سعرة حرارية، ما بين ليل ونهار كتقلبها ل 800 سعرة حرارية، يعني كتهبط الماكلة بصفة مباشرة. هادشي راه كلشي كيديرو، أي واحد بغى ينقص الوزن بلا ما يحس كيلقى راسو ما بقاش كياكل ولا كياكل أقل نسبة، أو كدير الكارديو كل نهار وكدير الكارديو كل نهار، يعني كتنقص كتهبط حتى شي 800 سعرة حرارية وكدير الكارديو كل نهار. هنا شنو غادي تكون النتيجة؟ واش غادي توصل لذاك الهدف اللي بغيتي؟ اللي أكيد هو أنك غاتوصل للهدف اللي بغيتي، غادي تنقص الوزن، يعني واحد الخسارة ديال الوزن غادي تكون جد ملاحظة في ديك ثلاثة السيمانات أو أربعة السيمانات الأولين، يعني غتقدر تلاحظ واحد تحسن كبير، يعني غادي تفقد الوزن بزاف بسرعه كبيره ما كاينش فيها النقاش، يعني بصح بسرعه كبيره. ولكن هنا غادي نجيو اشنا هو الاشكال، يعني ها انت خسرتي الوزن، شنو هو الاشكال؟ الاشكال انك خسرتي الوزن او انت خسرتي الوزن، ولكن الشكل راه ماشي كيف ما كنتي كتحلم، يعني خسرتي ولكن مازال الدهون، يعني الشكل ماشي هو. وهذه هي الحاجه اللي كنحرص عليها، راني قيدت نقاط باش ما ننسى حتى حاجه. الوغ الحاجه الاولى بغيت نقول لك شنو اللي كتخسر. الوغ مادام انت خسرتي الوزن شنو اللي خسرتي بهذه السرعه؟ اللي خسرتي بهذه السرعه اول حاجه اللي خسرتيها وهي الماء. علاش الماء؟ لان بصفه عامه العضلات عامرين غير بالجلايكوجين، يعني فيهم ماشي عامر غير بالجلايكوجين، يعني فيهم نسبه مهمه للجلايكوجين اللي هو المصدر الطاقه. الوغ انت ملي كتبدا واحد يعني واحد الدايت اللي حاد اللي طايحين في السعرات الحراريه وكتكون كترين وكل شيء، فكتستنزف هذيك المصادر وبيان سور كتكون عندك نقص منها في التغذيه ديالك. فشنو كيوقع؟ بما انها هذيك الجلايكوجين نسبه الطاقه اللي حنا عندنا في العضلات هي اللي كتشد المياه بالنسبه لكل غرام ديال الجلايكوجين، كنظن انه كيشد 3 غرام ديال الماء او 2.7 الا بقيت يعني ما بقيتش عارف بالضبط. فهنا لما انت الجلايكوجين كينقص نسبه المياه كتخرج، يعني كيبدا يخرج منك المياه بشكل كبير، كتحس بواحد النقصان في الوزن. يعني هذا هو السبب الاول انك خسرتي مياه، هذه اكثر حاجه كتخسرها في ديك الايامات الاولى وكتفرح لانك كتشوف نقص بزاف، لان الكتله ديال المياه كتكون غالبه وكبيره في العضلات وكبيره في الجسم بصفه عامه. ثاني حاجه باش ما ننساش، ما باغي ننسى حتى حاجه هذه المره، وهي الكتله العضليه. ملي كتمشي في دايت حاد كتخسر كتله عضليه 100%. علاش راجع كيفاش كتخسر كتله عضليه؟ لانك كتحط جسم في ستريس، لان الجسم ملي غتحطو في واحد الدايت ديال 800 كالوري كتاكل دو روبا في النهار وما باغيش تاخذ تفطر في الصباح وما باغيش تعشى بالليل ودير غير دو روبا صغار، فكتحطو في واحد ستريس. الكورتيزول ماشي خايب، ولكن الا بقى طالع واحد المده طويله يعني نهار على نهار وانت داير ستريس على الجسم شنو غادي يوقع؟ هنايا بما انه هو هرمون هادي غادي يتم يعني الاستعمال ديال العضلات ديالك كواحد من المصادر الطاقه من غير داك الجلايكوجين اللي في العضلات ديالك. يعني هنا خسرتي مياه، خسرتي واحد الكميه ديال العضلات، وانا نخلي لك بحث ديال الناس اللي مشاو في دايت طويل والناس اللي مشاو في دايت قصير
انهم بجوجهم في الاخر وصلوا لذاك الوزن اللي بغا، ولكن هذوك اللي مشاو بداك الدايت الحاد اللي كنهضروا عليه دابا واللي كيخليك تخسر الوزن دغيا، خسروا 6 مرات الكتله العضليه اكثر من هذوك الناس اللي مشاو بواحد الدايت على المدى الطويل. يعني هذه ثاني حاجه، يعني كتخسر المياه وكتخسر العضلات. حاجه اخرى الو بالنسبه للكارديو، بالنسبه للكارديو الا كنتي كديرو كل نهار اكيد غادي يكون من داك العوامل المساعده اللي خلاتك توصل لذاك النقص ديال الوزن بهذيك السرعه، ولكن ملي كدير كارديو كل نهار عوض ما تستافد منه كيولي اديرك غير الجهاز العصبي ديالك، يعني الا كثرتي منه كيولي نقمه ما كيبقاش نعمه. ان حتى الكارديو كل نهار، وهذا غلط اللي كيديروا بزاف الناس، هي الكارديو كل نهار. ملي كنقول كارديو يقدر يكون جدار كل نهار، يقدر يكون الايروبيك كل نهار، يقدر يكون يعني ديكور زومبا ولا هذه كل نهار، هذا راه كيولي الا كان كل نهار غادي يولي اداه بالنسبه الجهاز العصبي ديالك. واخا حاجه اخرى شنو هي الور كيهبط لك الميتابوليزم. بمعنى كيهبط الميتابوليزم هو انك ما كتبقاش قادر تحرق بواحد الصفه كبيره، يعني كتهبط 23% الميتابوليزم ديالك. علاش؟ لجوج اسباب لي اساسيه. السبب الاول هو انك بديتي كتخسر عضلات، وعضلات هي اكثر حاجه كتخلي الجسم يعني عنده واحد النسبه عاليه للحرق، لانك تستنزف طاقه بشكل كبير. المهم حنا كنحاولوا نبسطوا امور بلا ما ندخلوا يعني في العمق ديال الامور، يعني بصفه عامه كنحاولوا نبسطوا غير الفكره. فانت لما كتخسر عضلات هنا الميتابوليزم كيطيح، لان ما كيبقاش داك العامل اللي كيخليه هو مرتفع اللي هو العضلات ديالك اللي كتنقص. ثاني عامل وهو الهبوط ديال المستوى ديال الهرمونات في الجسم ديالك، والهرمونات هي الاساسيه. لما كنتيش كتلعب بالهرمونات ديالك بشكل جيد فما يمكنش تشوف واحد التنشيط بشكل جيد. ومن اهم هاد الهرمونات هو الهرمون ديال الغده الدرقيه تيفو، يعني مشات لي سميتو بالضبط، المهم الترعه راه غادي يخرج لك هذه غير الابريفياسيون ديالو، كيهبط في الجسم ديالك، وهو عنده تدخل جد مهم في العمليه الايض وفي ارتفاع يعني المستوى الميتابوليزم ديالك، يعني باش تكون عندك واحد القابليه للحرق. الا مشيتي في هذا الدايت اللي حاد، فمن العوامل ديال الهبوط ديال هرمون الغده الدرقيه هو انه كيهبط الميتابوليزم ديالك، فما كتبقاش تقدر تحرق بصفه عاليه. حاجه اخرى وهذه هي الاخيره اللي كيكون منها الضرر في هذا الدايت اللي كيكون سريع، وهو انه كيقدر يتكون لك حجر في المراره. هذه هي اخيب حاجه تقدر توقع لك من مور ما تشوف واحد الدايت اللي حاد. يعني تكون كنتي بخير ما بين ليل ونهار، هبطتي السعرات الحراريه بزاف وبديتي كتطلع في الكارديو باش تنقص بالزربه، وانه كتنقص ديك العصاره اللي كتكونها المراره نظرا للنقص ديال التغذيه ديالك، يعني ما بقاتش في حاجه تكون ديك العصاره الكبيره. فهنا كيقدروا يتكونوا بيسر العمليه ماشي بحال هكا حنايا كنحاولوا نبسطوا، فكتقدر تكون بعد الحجاره في المراره ديالك وكتدي لك واحد الاسباب مرضيه. يعني هذا هو اخيب حاجه تقدر توقع لك من الضيت. يعني بصفه عامه باش نبسطوا انه صريحه، يعني صراحه الا بغيتي تنقص الوزن بسرعه كبيره بزاف، يعني دير 3 سيمانات او 4 سيمانات بكيلوات، راه هذا هو الحل الحقيقي صراحه، هو انك تجري هو انك تجري يعني كل نهار، او دير كارديو كل نهار باي صفه من صفات الكارديو، وانك يعني تاكل بنسبه قليله. غير هو ملي كدير هاد جوج عوامل هادو، عوض ما انك تدي الجسم يمشي صحيا وانه يحرق دهون وتحافظ على العضلات، اش كدير هنا؟ فانت كتدمر الصحه ديالك بشكل اكبر. وداك الوزن اللي خسرتيه فعلا انت خسرتيه، يعني لك الهدف ديالك غير الوزن تخسره، فكتخسر الوزن ولكن راك ما خسرتيش دهون، خسرتي نسبه قليله من الدهون، ماشي ما خسرتيهاش كاع، ولكن اهم نسبه كانت هي النسبه ديال المياه، وثاني اهم نسبه كانت هي ديال العضلات، ويمكن تكون ثالث اهم نسبه هي الدهون. يعني هنا مشيتي في نقص وزن، بمثال الا كنتي انت ولا انت فيك 80 كيلو وهبطتي 68 كيلو راه نقصي، الا كنتي مشيتي بهذا الدايت بحال هكا، ولكن راه الشكل مازال فيه دهون. يعني الا كان الهدف ديالك انك تبان زوين طاي زوينه، راه ما كاينش طاي زوينه، كاين غير نقص في الوزن. وعلاش كنقول دائما راه التنشيف ماشي هو فقدان الوزن، التنشيف هو الحفاظ على العضلات، والخساره ديال الوزن كتكون اغلبها من الدهون، بينما فقدان الوزن ما كيهمش. يعني كيف ما نقصي الوزن كتنقص الوزن، كتنقص كتضعف وصافي، يعني باللغه ديالنا حنا العاميه، يعني لا ضعفيتي ولكن مازال الشكل فيه دهون. يعني كان الهدف ديالك تنشيف فراه هذه العمليه ما غاتجيش معك. انا ما كذبتش عليك، عطيتك كنت معك صريح انه هذه صحيح، يقدر يكون كوتش اللي حاصل ما عرفش كيفاش يتعامل معك، تقدر تكون انت من راسك يقولها لك، تقدر تكون تفرشي فيديوهات دوك ديال الكذوب ديال كيفاش تحيد 20 كيلو في 7 ايام ولا ما نعرف، ولا لقيتيها في شي بلاصه. حقيقي انك غادي تقدر تخسر وزن بزاف، ولكن هذه غير المظهر الجميل في الحاجه،
ولكن المظهر الحقيقي الصحي وهادشي كامل اللي قلت لك هو الاداه الصحه ديالك. حاجه اخرى هو انه ملي غتهبط وهذه حاجه مهمه ملي غتهبط لواحد الدايت وهذه شفتهم مع ناس انايا جاوا عندي كيشكوا عليا من القضيه مع ناس اخرين كانوا ربما معاهم وانه كيهبطوا لهم الدايت ل 700 800 كالوري هنا ما يمكنش اولا توصل الفيتامينات غالبا والاملاح المعدنيه كيولي فيهم نقص كبير يعني تقدر تلاحظ التساقط ديال الشعر تقدر تحس بواحد الرغبه في القيء بزاف ديال العوامل يعني حتى من ناحيه ديال لافاتيك كتولي كثيره بزاف العاء كيكون كبير بزاف لانه ما كاينش فيتامينات ما يمكنش في 700 كالوري انك تحضر غالبا كاع الفيتامينات اللي محتاجهم الجسم غالبا كاع الاملاح المعدنيه اللي محتاجهم الجسم وانت في حاجه جد مهمه لهذا الشيء الا باغي تمشي في واحد الحرق ديال الدور. هذه بصفه عامه. دابا غادي السؤال ديالك كنت غير واش نسيت شي حاجه نورمالمون حاولت ما ننسى حتى حاجه او هادشي كامل اللي قلتو غنخلي لكم بوحوت باش تقدروا تشوفوا بشكل مباشر. دابا غتقول لي الو شنو هو الحل شنو هو احسن حل الو احسن حل غنعطيك حلول عامه اللي غادي تساعدك الا بغيتي تمشي تمشي بزوين. اول حاجه الا كنت انا في واحد العدد سعرات حراريه مثلا انا خاصني 2000 سعره حراريه يعني باش ما نزاد ما نقص وانا كنت في اون بريز دوماس مثلا حنا نفترضوا ديال 2600 او 3000 وبغيت نمشي للتنشيف باش نمشي للتنشيف خاصني نهبط على المستوى في الحدود ديالي اللي هما 2000 وانا حاليا في 2000 انا حاليا في 3000 غادي نبدا نهبط جوج سيمانات الاولين غير 2600 ماشي ضروري نهبط مباشره لقل من 2000 لما تمر اسبوعين او لا اسبوع على حسب الملاحظه اللي لاحظ نزيد نقص مثلا نمشي 2200 انا كنعطيك غير 200 يعني حتى الاسبوع ربما الخامس او السادس عاد غنوصل للنيفو التنشيف اللي انا محتاج اللي هو اقل من 2000 مثلا 1800 يعني باش ما ناديش الجسم ديالي يعني كنوفر الجسم ديالي كنعلمو انا كنحاولو نبسطو امور كنعلمو انني ها هما لي زيتاب اللي غنواخد وكنعطيه ديك الفرصه انه يتاقلم. وملي نوصل للمانتنونس يعني انا كنت في 3000 وصلت ل 2000 يعني قبل ما نهبط المستوى ديال التنشيف خاصك تعرف انه في هذيك المرحله ديال المانتنونس الا كانت التغذيه ديالك سليمه وكنتي كدير الكارديو ديالك وكنتي كدير تمارين المقاومه يعني كتمشي لاصال هذا هو المفتاح. يعني الا كنتي انت ما كديرش كمال الاجسام حاول تدخل تمارين كمال الاجسام واخا تكون اون مانتنونس غادي تقدر تحرق دهون وغادي تقدر تربح عضلات الا كانت التغذيه ديالك سليمه النعاس ديالك سليم الكارديو ديالك مهم وكدير كمال اجسام لان ملي غادي دير كمال اجسام غادي تدفع لان العضلات يستمروا يعني يعني تكون واحد لا سانتيز ديال البروتين تكون ديك العمليه ديال الاستشفاء وتحافظ على دوك العضلات وكل ما حافظتي على دوك العضلات تبقى العمليه ديال الايض ديالك مرتفعه وهنا غتقدر نوعدك انه في المانتنونس ديالك الا كنتي منظم 100% تقدر دير زياده عضليه في المانتنونس وتقدر تحرق كميه من الدهون وانت غتلاحظ الا مشيتي بشويه وموراها غتشوف واحد التحسن عاد نقدر نزيد نهبط بشويه بواحد 100 ولا 200 كالوري وغادي نقدر نلاحظ واحد التحسن اكثر هنا غادي نزيد نحرق واحد النسبه ديال الدهون. مي قلت لك الحل هو انني نكون مدخل كمال الاجسام لان كاين الناس اللي ما كتمارسش كمال الاجسام وكتقدر تفرج في هذا الفيديو الوغ واخا نوصل للمانتنونس يعني المستوى اللي ما انا في البريز دوماس ما انا في التنشيف غير نتاكد على انه نكون بيان سور غيقدر نقص الطاقه ديالك في التدريب يعني كنتي كتهز مثلا 80 غتولي تهز غير 60 ما كيهمش المهم هو انني نمشي لحد الاقصى لان لما غنمشي لحد الاقصى ديالي انا مازال هنا كندفع الجسم انه يكون واحد الافراز هرموني مهم كندفع الجسم انه تكون واحد لا سانتيست بروتين يعني كندفع الجسم يحافظ على دوك العضلات لان انا قطعت التدريب الجسم غادي يشوف انه ما بقاش حاجه لديك الكميه ديال العضلات اللي بنيتي الا كنت كنتريني فغادي يبدا يدخل في البعض منها ويستعملو كمصدر طاقه. علاش؟ لان ما بقيتش كندفعو لذاك التحفيز انه يفهم انه محتاج دوك العضلات. اما لما كيفهم انه محتاج دوك العضلات فكيستمر في الحفاظ عليهم وكيستمر ان الايض ديالي عالي وكنستمر انني عندي الامكانيه نحرق الدهون ونحافظ على العضلات كادنى حاجه حتى ما زدتش نحافظ على العضلات ديالي. هذه نقطه. ثاني نقطة وبالنسبة لي هي أهم نقطة وهو المشكل ديال العصر وهو الكربوهيدرات. الإخوان ولا أخوات راه أكبر مشكل كتعاني منه هو أنك لما ما كتختارش كاربس جيد راه الكربوهيدرات ما حد كترتفع على الأنسولين والجسم ديالك إلى عانى من مقاومة في الأنسولين يعني خاصو أنسولين أكثر الخلايا ديالك ما كتبقاش تقبل ذاك المستوى ديال الأنسولين عادي خاص أنسولين أكثر حنا كنحاولو نبسطو الأمور فهنا كل ما كان طالع الانسولين كل ما الامكانيه الحرق ديالك كتضعف لان ما يمكنش يكون الانسولين عالي ما يمكنش تكون كتاخذ كربوهيدرات اللي كترفع الانسولين وتبدا تحرق دهون يعني واخا تكون في التنشيف وتكون كتاخذ مصادر بحال الحلوى ولا اشياء مكرره بحال داك الدقيق ديال الفورس اللي هو بالنسبه لي اخطر حاجه تقدر تاكلها
وتسنى ان الجسم يتفاعل معك، هنا كنقول لك غتنقص وزن ولكن غتبقى فيك الدهون لان مستوى الانسولين مرتفع. شنو هي احسن كربوهيدرات باش ما تقولش ما كتعطيكش الحلول؟ راه كنقولها وكنعاودها ديما، الروز مثلا بسمتي اولا الروز اللي يكون اللي كيقولوا ليه البني، الخبز مثلا ديال الزرع 100% ما مخلطش مع الفورس، لا تخلط مع الفورس ضاع. بطاطا حلوه، بطاطا عاديه، الشوفان، يعني هادو كامل المصادر اللي ما كفوكش راه كاين شي اشكال عندك هنا، يعني راه هادو مصادر كافيه باش انك تنوع الوجبات ديالك. هنا ملي غتاخذ هاد المصادر غيبقى المستوى ديال الانسولين مستقر وغتكون عندك امكانيه حرق. علاش؟ لان انت اصلا كتريني، يعني هذيك المصادر الكربوهيدرات اللي غتستافد غتستافد منها كطاقه للعضلات ديالك، لان كل ما ارتفعش الانسولين عندك احتماليه كبر ان يكون الولوج كغلايكوجين الخليه العضليه، لان الا رفعت الانسولين غيمشي منهم شويه للعضلات وغيتحول منهم البعض للدهون، لان العضله كتقبل واحد المنسوب اللي محدود ما تقدرش تقبل لك اكثر من اللي كتحمل. الوغ انت دا طلع شي الانسولين بزاف، يعني غيبدا يدخل الخليه العضليه، مي واحد الوقت ملي ما غيوصلش ديك يعني الامكانيه اللي يقدر يزيد يدخل العضله فغادي يحول على شكل دهون، وهذا هو الهدف الاساسي علاش كنبغيو نعتمدوا كربوهيدرات اللي كتخلي الانسولين مستقر باش كتقدر تحرق دهون، لان كتعطي احتماليه اكثر ان العضلات اللي تستافد منهم كغلايكوجين. ما خاصيش ننسى واخا عامل واحد اخر، الفيتامينات والمعادن في اي وقت، ولكن خصوصا في المرحله ديال التنشيف لانك كتنقص عندك التغذيه. تقدر تكون كتستعمل واحد نسبه الفواكه صغيره في لاماس، ما تقدرش تستعملها في لاصيص ربما، لذلك فمن الافضل انه تنوع الخضار ديالك، نوع الخضار، يعني حاول تنوع بزاف ودخل خضار اللي لونه اخضر بيان سور، هذه اساسيه، مي حاول تنوع الخضار باش يكونوا مصادر عديده ديال الفيتامينات. الا كانت عندك الامكانيه تاخذ ملتي فيتامين بيان سور من مصدر اللي من مكان مرخص يكون افضل. حاجه اخرى الاش اي تي، الهاي انتنسيتي انترفال ترينين، يعني في هذه المرحله اللي تكون في التنشيف تقدر تستعمل كارديو اش اي تي. بالنسبه للناس اللي ما كيفهموش اش اي تي، هو انا بسطوه هو انه مثلا مشيتي تجري غادي دير واحد الدقيقه اللي غادي تجري فيها بواحد المستوى معتدل، ومن مورا غتهز الريتم لاقصى حد اللي تقدر عليه، اون فوا تشوف راسك ما بقيتيش قادر ترجع للريتم اللي كنتي عليه. المهم حنا حاولوا نبسطوها، تقدر انت تطبقها في البيكالا، تطبقها في اي كارديو كدير واحد المده ديال 12 او 10 دقائق كحد اقصى، ثلاث مرات في السيمانه غادي يكون جد كافي، ولو انه كيختلف من شخص التاثير ديالو، مي كنعطيك انا عامه، يعني كتوجه لعامة الناس، مايمكنش يمشي لكل فرد راسه، ولا كنمشيو اللي كينطبق تقريبا على الاغلبيه. اخر حاجه غنهضر عليها وهي النعاس. اذا كانت هادشي كامل الشروط منتظمه في المرحله ديال التنشيف وباغي تحرق دهون وما كانش النعاس كافي، ما غيكونش واحد الامكانيه ديال البناء هرموني جيد، ما يكونش واحد الامكانيه ديال الاستشفاء جيده، ما يكونش ارتفاع الميتابوليزم ورفع مستوى الحرق ديالك. اذا كانت عندك شروط العمل ولا شي حاجه ماشي مشكل، مي الا ما كانتش عندك يعني قادر تنعس فنعس، يعني عطي الفرصه لراسك فين تنعس واحد النوم كافي ديال 6 سوايع او لا ربما 7 سوايع غادي يكون جد كافي. واخا انا غندير موضوع على النوم ان شاء الله غادي يكون خاص. المهم حاولت نبسط لك اليوم، راه نخلي لك البحوث كامله في الاسفل، هضرت معك بخبره سواء مع الكليان سواء مع راسي سواء بالبحوث اللي نخلي لك كلها واللي كلها موثقه ومدروسه وتقدر تقرا تعمق فيها. بيان سور انا كنقراها بالانجليزيه، كنحاول نبسط لك بالدارجه، لذلك انت خاصك تقرا بالانجليزيه، تقدر ترجمها لانها لغه واضحه، يعني الترجمه ديالها غتكون ان شاء الله ميسره باش تقدر تقرا. الحاجه اللي ما بغيتش ننسى واخا حاول نكون معك صريح، نقول لك ها هي الامكانيه، يعني اللي كتقلب على بالزربه ها هو الحل بالزربه، ولكن خاصك تقبل الجانب السلبي ديالو. كيف ما الجانب الايجابي ديالو هو انك تنقص الوزن بالزربه، خاصك تقبل الجانب السلبي ديالو هو انك غادي يكون عندك مضاعفات صحيه وخلل هرموني غالبا من بعد. واخيب حاجه في هذا الدايت اللي كيكون قاصح هو انه من موراها بحال شي واحد كان محبوس وكياكلو غير خبز الماء، ملي غادي يخرج راه غيمشي ياكل الحلوى وغادي ياكل اللي بغى لان كان محروم. كذلك الجسد ديالك راه كتعتبر انت بحال حابسو الا كنتي كتمشي ليه بحال الدايت، فاون فوا غتشوف راسك عيتي غترجع تاكل وغادي تكون ان شاء الله خلايا دهنيه اكثر من اللي كنتي عندك في الاول. داكشي علاش كنقول تجنب واعتمد. انا عندي لكم اقتراح بالنسبه للناس اللي باغاني ندير موضوع على لاصيش، انا مستعد ندير موضوع على لاصيش فيه الكارديو الراس في حلقه، فيديو ديال التغذيه في حلقه، وفيديو ديال التدريب في حلقه، ونبسطو لكم الى ابعد مكان. تفرج في الفيديو غضرب على الابسه تلقاهم خرجوا، يعني المهم كنقول لك يعني غادي يكون جد 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 ميسر وجد جد مبسط. وكتا ديال البريز دو ماس غادي نديرو، ما غير خليو لي في لي كومونتير، يعني ملي تفرج الفيديو هذا
خليو لي في لي كومونتير واش السيريه الجايه كنهضر على السيريه الجايه واش بغيتو تكون حاليا على التنشيف وغنهضر على كل فيديو الراسو يعني تدريب تغذيه كارديو كل شيء او لي يكون على البريز دو ماس غير شكون اللي غنسبق اما راه بجوج غنديرهم غير شكون اللي غنسبق الفيديو د الموليات اون فوا الدري يقدر يصورني راه غادي نديرو ان شاء الله قريب بزاف غالبا السيمانه الجايه اولا فهاد السيمانه هادي كاع الا قدرت في الاخر ديالها يعني خلوا لي في لي كومونتير واش بغيتوا السيري الجايه تكون ديال بريز دو ماس نفرقوها اولا تكون ديال التنشيف يعني خلوا لي في لي كومونتير الرغبات ديالكم باش نعرف شنو نختار بيان سور عجبك الفيديو ما تنساش تلايك او تبارطاجي كنتي بنت راه غتلقاي الفيديو قبل الاخر ديالي خاص بالبنات يعني درت فيه جميع المعلومات اللي انا بزاف سولوني هكا باش تكون واضحه القضيه المهم اليوم حاولت نبسط لكم بصفه عامه بيان سور الا بغيتو نتعمق اكثر ونصح لكم كل شيء يعني بورقه وسيلو وتخرج عارف كيفاش دير التنشيف ديالك من الاول حتى الاخر اولا بريزوماس من الاول حتى الاخر خلو لي في لي كومونتير ان شاء الله نديرها كنفكر غير واش نسيت شي حاجه غالبا ما نسيت شي حاجه كل شيء تقريبا حاولت نقوله المهم نسيت شي حاجه سمحوا لي ان شاء الله نحاول نوضحها مره اخرى الا مشيت اكتشف اني نسيت شي حاجه تحياتي الخالصه لكم السلام عليكم.